ايام قليله وهنبدا خلاص امتحانات نص السنه، واكيد الحقيقه الاسر هيكون عليها عامل كبير جدا ومهم مع ولادها ومع اطفالها. ايه بقى الحافز اللي هيخلي ابني او بنتي ان هو يهتم بمذاكرته وان هو يقعد ويذاكر؟ هل في طريقه معينه ان انا اتعامل مع ابني او بنتي قبل الامتحانات؟ ايه النصايح كمان اللي هقدر انا كأم او كأب ان انا كمان اقدمها له؟ كل ده الحقيقه واكتر هنعرفه مع ضيفتي العزيزه دكتوره عزه حامد ريان، استشاري العلاقات الاسريه. دكتور عزه منورانا في كلام البنات. اهلا وسهلا، بس انا اسمي عزه حامد زين. دكتور عزه حامد زين، استشاري العلاقات الاسريه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. داخلين على امتحانات خلاص، ودايما احنا عندنا بعبع الثانويه العامه. انا لسه كنت يمكن في اول حلقه بقول انا ابني في اعداديه عندي بعبع الاعداديه. سمعت، ربنا يكون في العون. فبتوصفي ايه بحاله الاسر قبل الامتحانات بقى، سواء نقل، اعداديه، شهاده، اي حاجه يعني؟ حاله الاسر، تعالوا بقى نتخيل كده مشهد لطيف جميل كده، ان الام واخده العيال دي وبتذاكر لهم قبل الامتحانات. فالمشهد ايه؟ احنا عشناه وبنعيشه. بنلاقي الام دي واخده العيال واقعد ذاكر يا حبيبي، لا مش مذاكر، ما انا ذاكرت امبارح. وبعد النهده ووجع قلب يقعد بقى شويه او يقعدوا شويه بقى العيال، اللي يبص في السقف واللي يبص للنجفه واللي يلعب بالقلم. فين وفين بقى لما تقعد العيال دي يذاكروا 5 دقائق كاملين، تبتدي بقى رحله انا بطني وجعاني، انا عايزه عايز انام، عايزه انام، عايزه ادخل تويلت. ايوه الحاجات دي، وتعبت والكلام ده كويس. نعلي بقى صوتنا ونصرخ ونزعق ونفقد اعصابنا، والزوج بقى يبقى جوه مثلا خلاص يخرج بقى لابس ومتشيك عشان هينزل مش هيعرف الزعيق ده. بالظبط. الحاله دي بيوت كتير جدا جدا بتعيشها. الحل ايه؟ ايوه بقى نعمل ايه؟ ناخد نفس عميق كده ونقول ما تقلقوش، الحل في حل بسيط قوي عشان نخلي ولادنا. بس هما برضه بيبقوا مستفزين يا دكتور قوي. يا حبيبي ذاكر، ذاكرت، طب شويه، طب هيك، زي ما حضرتك قلتي. فانا كأم ببقى برضه راجعه من شغلي خلاص مش قادره وتعبانه، يعني بجد يعني انا هعمل ايه برضه؟ طيب انا خليني قبل ما ارجع لك عايزه اقول لكم يا جماعه، تليفوناتنا قدام حضراتكم على الشاشه، اي حد عنده سؤال، عنده استفسار لدكتور عزه موجوده معانا، اسالوها. ويعني ويعني ادينا احنا بنواسي برضه بعض يعني. اتفضلي يا دكتور. تيجي نتفق على حاجه؟ نتفق ان احنا كلنا عارفين انه النجاح في الحياه العمليه شيء، ودرجاتنا في الشهاده شيء تاني خالص، صح؟ يعني تمام. حتى في محيطنا كمان، واحنا حتى شخصيا نلاقي نفسنا واخدين شهاداتنا في شيء وناجحين جدا في شيء تاني خالص. ده حقيقي. طيب نتفق على حاجه كمان، ان احنا ما نرجع بالناس. حد يقول بقى ايه؟ خلي بالك ابنك درجاته وحشه، ابنك ما بيستوعبش، ابنك بينسى. ماليش دعوه خالص بالقصه دي، ما خليهاش تاثر عليا ابدا. بعدين انا هي بتبقى فروق فرديه، ابني مثلا شاطر في الساينس، واحد تاني شاطر في العربي، ده صحيح. والعكس صحيح. انا يهمني ايه؟ يهمني في المقام الاول الصحه النفسيه بتاعت ابني، لان هو فعلا في فروق فرديه وفي حاجه اسمها نسيان وعدم تركيز. نعمل ايه في النسيان وعدم التركيز وايه الفرق ما بينهم؟ والامهات يركزوا بقى معانا. ايوه. الفرق ما بين النسيان وعدم التركيز، النسيان ان انا اديت للطفل معلومه وما استقرتش في دماغه، اتبخرت فنسيها. عدم التركيز ان انا اديت للطفل معلومه وفجاه كده خلاص مش مركز فيها. تعالي نقرب القصه شويه ونقول ايه. انا قلت لابني تعالى يا فارس لو سمحت هات لي كوبايه ميه. اوكي. راح يجيب كوبايه الميه وهو لسه على الباب بقول له تعالى. هو انا قلت لك جيب لي ايه؟ هيقول لي ايه؟ انا رايح اجيب ميه. طيب يبقى هو كده عمل ايه؟ ركز، لان المعلومه دخلت دماغه فاستوعبها. فهو خلاص عارف ان هو رايح يجيب كوبايه ميه، راح ورجع وما جابهاش، يبقى هو عمل ايه؟ نسي. نسي. طب الوضع التاني، يا فارس لو سمحت عايزه كوبايه ميه. حاضر يا ماما. ايه قلت لي ايه اجيب ايه؟ يبقى هو كده ركز كده ما ركزش. طيب طب علاجهم ايه؟ يعني التركيز علاجه ايه والنسيان علاجه ايه؟ حالا النسيان، لو انا عندي نسيان وشكل كمان زياده ومرضي اروح لاستشاري فورا. طب عدم التركيز ليه علاج؟ الام والاب ممكن يساعدوا الولاد ان هم يركزوا. طبعا. يعملوا ايه بقى؟ الامهات ياخدوا بالهم والابهات. ازاي العيال دي تركز؟ اولا اغذي حلو. يعني ايه اغذي حلو؟ التغذيه السليمه اللي بتحتوي على الحديد. ايه الحديد ده؟ فيه ايه؟ في ايه نلاقيه؟ فين؟ في السبانخ.
وفي اللحمه الحمراء والسمك والبيض والنسكويك كمان الولاد بيحبوه. يعني مش لازم نقول اسماء، اللي هو اللبن بالشوكولاته يعني. ايوه كويس. وبعدين الام بقى المصريه الجميله اللي كل شويه ايه تهدي ابنها بفشار بحاجات حلوه بالكلام ده والعصاير والكلام ده، ده نوع من انواع الاهتمام. طيب عين ادي الجمل اول بقى في حاجه المكسرات، مش عين الجمل برضو بيبقى عين كويس طبعا عين للتركيز؟ الجمل طبعا بيقوي الذاكره طبعا. اوكي. طيب ايه كمان؟ اوفر له جو مناسب، وجو مناسب دي في حاجات كتير تتقال. اول حاجه انا بشوف هو بيذاكر فين، في اوضته، في المكتب، في اوضه السفره، لازم الجو يبقى مرتب. أو النبي يا دكتور بقى، يعني عايزين حتة إن إحنا بنذاكر فين دي والنبي، عشان أولاد كتير جدا بيقعدوا على السرير ويحطوا المخدة وراهم لا ده ما ويقعدوا، ينفعش، ما ينفعش طبعا، لا ده ما ينفعش، صح؟ لا ده ما طب ينفعش، السفرة؟ لازم ماشي بس لازم يقعد قاعدة كويسة، لازم المكان يبقى نظيف حواليه عشان ده احنا بنحببه في مكان المذاكرة. لازم يكون في إضاءة كويسة، في تهوية كويسة، ريحته حلوة، متزوق، شكله حلو، ده كل ده بينعكس على طاقته الإيجابية وان هو يذاكر بنفس. طب ايه كمان؟ ما تخانقش. ما تخانقش الخناقات معاه ولا ما الزوجية تخانقش انا عموما؟ اوفر له بقى الجو الهادي. تمام. طب ايه كمان؟ احاول قدر الامكان اعمل حاجه كده اسمها ورقه صغيره كده بجيبها انا وهو وبقول له ايه، تعالى كده، دي انا بسميها ورقه اتفاق. اوكي. انا اختار ماده وانت تختار ماده، نختار 4 مواد مثلا طول اليوم نذاكرهم، وفي الاخر الماده اللي نذاكرها نعمل عليها صح. دي بتخليني ان انا احط في دماغ الولد، احط في دماغ ابني ان انت اللي اخترت طريقه المذاكره. لا، وانا والله العظيم يا دكتور بجد انا كنت بعمل الطريقه دي وانا صغيره، يعني انا من نفسي كنت بعمل ايه، اكتب مثلا عندي مثلا في السوشيال، في الساينس، في اي ماده، 1 2 3، بعد ما بذاكر الماده بعمل عليها صح او بشطبها، انا بحس بنفسيا بإنجاز، ان انا ايه ده انا عملت أنجزتي حاجه. أنجزتي. في حاجة كمان عشان التركيز، اللوحة الذكية. اللوحة دي إيه؟ اللوحة دي عبارة عن مثلا نجيب فرخ بريستول أو كانسون، ونروح جايبين كاتبين بقى في اللوحة دي كل الحاجات اللي بينساها الولد. يعني لو كانت خريطة، لو كانت مثلا كلمات إملا، لو كانت تواريخ في كتاب التاريخ، اللوحة دي كل يوم انا والولد نقعد ونراجع اللوحه دي، حتى لو يوم مثلا ما فيهوش مذاكره. طيب خليني اتكلم بقى عن، احنا دايما بنقول الثواب والعقاب. لما يبقى ابني مثلا او بنتي خلاص هم دلوقتي فتره امتحانات، ومثلا البلاي ستيشن اللي واكل دماغ كل الاولاد والبنات الحقيقه يعني، او الموبايل، لما مبدئيا كده اول سؤال، هل هو داخلين على الامتحانات اشيل الحاجات دي ولا عشان واسحب الموبايل، ولا لا هم بيقعدوا يفكروا طب يا ترى مين كلمنا، طب يا ترى مين بعت لنا واتساب، طب ماما هتشوف مش عارفه ايه، ولا لا اسيب الموبايل معاه واتعامل مع ان انت ولد او راجل كبير ومتحمل مفيش مسؤوليتك؟ الكلام ده، احنا لازم مفيش نشيل الكلام ده، كل صح؟ المؤثرات اللي تأثر على الطفل، سواء كان اشخاص او ادوات. اوكي. اشخاص زي ايه؟ يعني ما ينفعش ان احنا نستقبل قرايبنا واصحابنا في وقت الامتحانات، ما ينفعش هو يكون مزنوق في اوضته بيذاكر وفي في ضيوف في الصالون. طيب ينفع كمان افتح التلفزيون، ينفع اديله البلاي ستيشن، ينفع اديله الموبايل عشان الفيسبوك والواتساب؟ طب في ناس بتحب تذاكر وبتذاكر بس التلفزيون مفتوح بس سايلنت، معمول ميوت، ده صح ولا ده لا طبعا، لا ما طبعا، ينفعش لان ده بياخد جزء من اهتمامي. تركيزه؟ طبعا جزء من تركيزي، احنا عايزين نحارب التشتيت، تشتيت الذهن ده وعدم التركيز، فاحنا نكون مركزين في شيء واحد فقط. طيب ابني دلوقتي ما ذاكرش او بنتي، اعاقبه ازاي، اعمل ايه؟ طيب تعالي، ليه بنقول العقاب الاول وما بنقولش الثواب؟ لازم اقول لابني انت لما تذاكر ولما تتفوق ولما تنجح، والنجاح بقى ايه هيعمل ايه؟ اولا هيفرحنا كلنا وهيفرح اساتذتك، وتعالى بقى بعد كده هنقول ايه، هنقول ما بعد النجاح والتفوق ده احنا هنعمل برنامج جميل وهنتفسح ونروح كذا ونروح كذا وهتتفرج على كذا ونروح سينما، وتبتدي الام تقول له الحاجات الحلوه الجميله اللي تديله هياخدها. حافز يعني. ما دي كلها محفزات عشان الولد يذاكر، يبتدي يبص على ايه، على الحاجات الحلوه اللي هيحصل عليها. طيب ده بقى دي الحاجات اللي هي، تعالي نقول الاهداف القصيره. في اوكي. الاهداف الكبيره، انا عايزه اكون دكتور، فعلق له صوره دكتور في اوضته، عايزه اكون ضابط،
علق له صورة ظابط في اوضته، فطول الوقت الهدف والحلم قدامه. قدامه قدامه على طول باستمرار، فعايز احققه. تعالي بقى نقول كمان اعمل ايه تاني؟ المكافآت امر مهم جدا جدا جدا. يعني اقول لابني مثلا، اقول له انت لو ذاكرت مثلا ساعتين مذاكره كويسه، وساعتين دي مش متواصل، انا اجيب منبه معايا واقول 30 دقيقه، بعد 30 دقيقه 5 دقائق بريك، عشان هو اعلمه. المفروض اذاكر، او يعني مش انا طبعا، يعني الاطفال او الاولاد تذاكر كام ساعه في اليوم؟ اللي هو يبقى كده تمام وكويس، على وما حسب اطلبش منه حاجه استيعابه، اكتر من على كده. حسب استيعابه، بس انا يهمني حاجه يعني حوالي 4 5 ساعات بكتير يعني، بس ما ينفعش يكون مفيش حد بيعمل كده يا دكتور، مفيش والله العظيم. في 4 5 ده لو قعدوا ساعه بيبقى يعني بنبوس ايدينا وش وظهر يعني. في طبعا، في طبعا، بس على حسب برضو استيعابه. ممكن طفل يستوعب الحاجات دي كلها في 3 4 ساعات، بس ما ياخدهمش مره واحده، يعني كل نص ساعه 5 دقائق بريك. طفل يحس الفهلاوي الطفل بقى، بايه؟ في طفل يقول لك يا مامي خلاص انا خلاص، ده حاجه بسيطه كده جدا يعني، خلاص انا بقرا كده بشوف البتاع خلاص بيثبت هنا. فعلا في ده، ممكن يبقى في طفل اللي هو في طبعا، الفهلاوي. في طبعا، في طبعا طفل ذكي بيلقط على طول، في طبعا ده. اوكي طيب، خليني اتكلم برضو عن عايزه بس ما اتفضلي فوتش موضوع اتفضلي. المكافأة. المكافأة في لعبة حلوة قوي في أطفال بتحبها قوي قوي، اللي هي أنا أقول له إيه؟ لو أنت عملت اللي عليك، اللي هي ورقة الاتفاق اللي إحنا اتفقنا عليها دي، وخلصت، أنا بجمع أو بجيب شوية بالونات، بالونات، واجيب ورق صغير كده واكتب على كل ورقه، ورقه عليها ايس كريم، ورقه عليها مثلا لعبه، ورقه هتتفرج على كرتون ساعه. فالورق ده اطبقه واحط في كل ورقه في كل بس ورقه في حضرتك كل بتتكلمي على بالونه مستوى ورقه. او على سن صغير، الاطفال بقى اللي هم في كي جي اولى تانية والله عارفه لحد 12 تالتة ابتدائي. و13 و15، الموضوع ده جميل جدا. بجد طبعا. يعني متهيألي لو رحت عملت مع ابني كده مش يعني مش عارفه ممكن يعمل فيها ايه، يقعد يضحك عليا. وماله، تضحكوا انتوا الاثنين، حاجه تبقى جميله وفاني وحلوه قوي. طيب خليني اسال عن برضو في حاجه لسه هتكمليها في موضوع الحافز او في المكافأة. في طب المكافاه اتفضل. بشوف ابني اكتر ماده ما بيحبهاش ايه، وعلي الحافز، اعلي المكافاه. يعني اكتر ماده الماث مثلا او الحساب ما سوشيال بيحبوش، او سوشيال السوشيال، ماشي. فاقول له ايه؟ هو اشوف اكتر حاجه بيحبها البلاي ستيشن. قال له طيب لو حليت المسألتين بتوع السوشيال دول، او يعني الدرسين بتوع السوشيال دول، انت ليك ساعة بلاي ستيشن. طيب حلو ده. جدا يعني اشوف الحاجه اللي هو بيحبها ايه وان انا عالي الحافز اعليها. قوي. طيب اخيرا، في اولاد برضو بيبقوا اخيرا ده انا كنت عايزة اختم الحقيقة بايه اللي يدمر الولاد في المذاكرة. طب خلاص بلاش سؤالي ونختم بدي طب معلش، دي خلاص. مهمة قوي. لا لا قولي خلاص تمام. يا جماعة، الخناقة الزوجية مش المفروض نتخانق كزوجين قدام الولاد، وكمان مش المفروض نتخانق كمان وقت المذاكره. دي حاجه ما اربطش الحب بدرجات الشهاده. الطفل يقول ايه؟ هو يعني لما مامته تقول له اذاكر عشان احبك اكتر، فالطفل يقول في نفسه ايه؟ هو انا لو ما ذاكرتش ماما مش هتحبني؟ العقاب الكتير، زي ما انا هقول ايه؟ انا لو ما ذاكرتش انا هعمل فيك واعمل واعمل واعمل. طب ليه ما اقولش انت لو ذاكرت ده انا هدي لك كذا وهحب ومش اللي هحبك اكتر فكرة بقى. الحافز اللي بنقول عليها يعني. طيب احنا معانا هناخد مداخلة، احنا معانا طبعا تليفونات كتير، انا بعتذر للناس بس للأسف عشان وقت الفقر خاص بينتهي. ناخد ده مروة. يا مروة. ايوه، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، اهلا السلام، بيكي اتفضلي. ازاي حضرتك؟ تمام يا حبيبتي الحمد الحمد لله. لله. انا ليا سؤال بس كده بسيط، انا اتفضلي. عايزه اعرف ولادي عندهم ارهاق ومرهقين جدا من المذاكره، عايزه اعمل لهم يعني عمليه تشجيع كده اهوت، ان انا اخليهم يذاكروا الفتره دي، لان طبعا فتره امتحانات وكده. قد ايه ولادك يا مروه؟ انا عندي سما في بريب 2، وعمر تانية في ابتدائي. بريب في برايمري 2. هو اتنين في تانية ابتدائي؟ لا، بريب 2 ثانيه جريد اعدادي، 2. اوكي جريد 2. سوري، وبرايمري 2. برايمري 2. طيب خلاص ماشي. في اي سؤال تاني للدكتور ولا خلاص كده؟ يعني والعوامل النفسيه اللي بتاثر عليهم، ان هم بيزهقوا جدا من المذاكره، اعمل ايه في كل ده؟ طيب تابعينا والدكتور هترد عليكي سريعا سريعا بقى يا دكتور. احنا قلنا ده، قلنا ازاي اخلي ابني او احببه في المذاكره، لازم هو اهيئ له جو، ممكن تقريبا ما شفتناش من الاول، لازم اهيئ له جو مناسب، الجو الصحي، الجو الجميل اللي يفتح نفسه على المذاكره بزياده. ما ازعقش كتير، عيني ما تبصش على الاخطاء، عيني تبص على الحاجه الكويسه اللي عملها، على الصح بتاعه.
يعني في امهات اول ما يبتدي يحل مساله، ايه اللي انت عملته ده؟ ده غلط، انا بربكه. ايوه بالظبط. بخليه يبقى مش واثق في نفسه تماما، لكن هو المفروض اعمل ايه؟ اسيبه يحل يكمل حل للاخر، وبعدين اقول له طب راجع كده شوف اللي انت عملته ده صح ولا غلط. بهدوء يعني، ما يبقاش بهدوء، الصح بطريقة اللي هو صعبة. عمله امجده واعظمه، الله ده رائع، ده هايل، ده انت ذكي ان انت حليت دي. ده حاجات كتيرة والله يا دكتور، احنا محتاجين بجد تاني ان احنا يعني حضرتك تنورينا تاني بجد في كلام البنات، ان شاء توعدينا الله. ان الموضوع ده ما بينتهيش، واحنا طول السنة عندنا الحقيقة الدراسة. صحيح. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور عزة حامد زيان ايوه. استشاري العلاقات الأسرية، بشكرك يا دكتور، ميرسي قوي، نورتينا وميرسي ليكو، بتمنى لكل ولادنا التوفيق والنجاح والتميز ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طيب حلقتنا خلصت وكلامنا خلص، وويك اند يا رب يكون ان شاء الله سعيد على حضراتكم، وتقعدوا مع ولادكم مفيش خلافات اسريه، خدوهم خرجوهم فسحوهم ويرجعوا يقعدوا يذاكروا تاني في الويك اند ان شاء الله. يا رب يكون ويك اند سعيد على حضراتكم، اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد الساعه 3. باي باي.